دولة تقع في القرن الإفريقي، معروفة بتاريخها الغني وسواحلها الجميلة على طول البحر الأحمر. فيما يلي بعض القصص التي تسلط الضوء على أهمية إريتريا وأنشطتها الساحلية. 1- صمود مصوع وتاريخها. مصوع، مدينة في إريتريا، لها مكانة مهمة في تاريخ البلاد. كانت مدينة ساحلية مزدحمة معروفة بموقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وقد شهدت العديد من الغزوات والصراعات على مر القرون. وعلى الرغم من مواجهة الاحتلال والدمار خلال الحروب المختلفة، أظهرت مصوع قدرة ملحوظة على الصمود، حيث أعادت بناء نفسها مراراً وتكراراً. بفضل مزيجها الفريد من التأثيرات المعمارية العثمانية والمصرية والإيطالية، تقف مصوع كشاهد على قدرة إريتريا على التحمل والتراث الثقافي. ويواصل ميناء المدينة المزدحم لعب دور حاسم في اقتصاد إريتريا، وتسهيل التجارة والتبادل التجاري مع الدول الأخرى عبر البحر الأحمر. 2- مغامرات الغوص في البحر الأحمر. يشتهر ساحل إريتريا الممتد على البحر الأحمر بمياهه النقية والحياة البحرية المتنوعة، مما يجعله ملاذاً لعشاق الغوص. من أرخبيل دهلك الخلابة إلى الشعاب المرجانية النابضة بالحياة التي تعج بالأسماك الملونة، يقدم البحر الأحمر تجربة لا تنسى تحت الماء. يتوافد الغواصون والسباحون إلى إريتريا لاستكشاف كنوزها المخفية، بما في ذلك حطام السفن من الصراعات الماضية التي أصبحت الآن شعاباً مرجانية صناعية، مما يجذب عدداً كبيراً من الأنواع البحرية. بفضل مياهها الصافية ووفرة التنوع البيولوجي البحري، تعد المنطقة الساحلية في إريتريا بمثابة وجهة شعبية للسياحة البيئية والاستكشاف تحت الماء. لا تعكس هذه القصص الأهمية التاريخية للمنطقة الساحلية في إريتريا فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الروح النابضة بالحياة والمرنة لشعبها. تمتلك إريتريا ساحلها على البحر الأحمر منذ آلاف السنين، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة. تتمتع المنطقة بتاريخ غني من التجارة البحرية والتبادل الثقافي، مع وجود دليل على التفاعلات التجارية والثقافية الهامة مع الحضارات القديمة مثل المصريين واليونانيين والرومان وغيرهم. وفي العصر الحديث، حصلت إريتريا رسمياً على استقلالها وسيادتها، بما في ذلك السيطرة على ساحلها على البحر الأحمر في عام 1993، بعد صراع طويل وشاق من أجل الاستقلال عن إثيوبيا. ومنذ ذلك الحين، تمكنت البلاد من الاستفادة من منفذها الساحلي للتجارة وصيد الأسماك والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما ساهم في تنمية ونمو الأمة. تواصل إريتريا الحفاظ على موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وتعزيز التجارة الدولية والعلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها. لا تملك إثيوبيا ملكية مباشرة لأي خط ساحلي على طول البحر الأحمر. تتمتع إريتريا، التي حصلت على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، بأهم خط ساحلي على طول البحر الأحمر في المنطقة. كان الصراع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يدور حول قضايا تتعلق بالأراضي، خاصة في المناطق الحدودية. إثيوبيا دولة غير ساحلية وليس لديها أي منفذ مباشر على البحر. ومع ذلك، فقد حافظت على علاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع إريتريا والدول المجاورة الأخرى لاستخدام الموانئ والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وعلى الرغم من عدم وجود منفذ مباشر إلى البحر، فقد شاركت إثيوبيا في مناقشات ومفاوضات مع إريتريا ودول أخرى في المنطقة لتأمين الوصول إلى الموانئ لأنشطة الاستيراد والتصدير. وكانت العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تاريخياً معقدة، واتسمت بفترات من الصراع والتوتر، فضلاً عن محاولات المصالحة والتعاون. وخاضت الدولتان حرباً حدودية مريرة في الفترة من 1998 إلى 2000، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والموارد على الجانبين. تركز الصراع في المقام الأول على النزاعات الحدودية، ولا سيما الترسيم الدقيق للحدود بين البلدين. وفي أعقاب الحرب، تم التوقيع على اتفاق الجزائر في عام 2000، مما أدى إلى إنشاء اتفاق سلام مؤقت وإنشاء لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية (EBC) لترسيم الحدود. ومع ذلك، استمرت القضايا المتعلقة بتنفيذ الحكم الحدودي وعوامل أخرى في توتر العلاقات بين البلدين في السنوات التي تلت ذلك. وفي عام 2018، حدث انفراج كبير في العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا عندما وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاق سلام، منهياً ما يقرب من عقدين من العداء. وأدى ذلك إلى إعادة فتح السفارات، واستعادة الاتصالات، واستئناف التجارة والتفاعلات بين الناس. وكان للمصالحة بين إثيوبيا وإريتريا آثار إقليمية، مما عزز الشعور بالتفاؤل بشأن الاستقرار والتعاون في القرن الإفريقي. وعلى الرغم من التحديات، أظهر البلدان التزاماً بالحفاظ على السلام وتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية، الأمر الذي ينطوي على القدرة على إحداث تطورات إيجابية للمنطقة بأكملها.